سوان شتاقين الرسول صلى الله عليه وسلم يتربي الصحابه ينس يتربي الصحابه ينس هذه لا كل شيء تفغن وفغن ذي الخيار ذي الخلق سيدي ربي من بعد النبي من بعد الانبياء والرسل يروح ديون الاعرابي غير الرسول صلى الله عليه وسلم يا ست خاتم تندهب تاخر سن تندهب ويقيم ذاك الزر لكن شي ولا الرسول صلى الله عليه وسلم يكشيش ديك فوسيس الناس هذه كريون ديك ولا هذه الجمره كمس الجمره كمس غير وظافيس سير بيت تمس غير وظافيس يكشيش ديك فوسيس وكريس غير قاعد خاطر ذي حرام الذهب ذي حرام فرقاز ولا قرا ثيرس ولكن وين تيرسان دي دوني ثيرس هذه اخر ولكن من الحرير اكو الذهب محرومي فرقاز انشيب كان مثلا الرقاز انشيب اش من قال قال خاطر تنيش الذهب غلقا الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ميك روحنا للصحابه الكرام اللي سوينا ادم تخاطر تنيش الذهب استنفعيش الذهب استنفعيش وتسوي سالس استنفعيش إني سبحان الله إني النبي صلى الله عليه وسلم ما يذكرت شوف إيش صار قال كذي جماعة والله ما جماعة سيد لكون ذي الروحي وذخيش دواجيم إذا اتصل جان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم واسق سنة ربيع عمر بن الخطاب رضي الله عنه اسمك له أمير المؤمنين ذي مصر إلى عمر بن العاص سيد الوليد مرض مصر من بعد مسن عمر بن العاص خدمت سباق الخيل ويزوير وأيضا سنة ديون قبطين ذي مصر ديون قبطين الفراعنة الفرعونين أما كان لن ترمى الفراعنة القبطين ولكن مسن عمر بن العاص الوالي من مصر أكد منا خدمت سباق يوغريث قبطين يزوريث من بعد حسديت روحي كالي غيذك ستيثا يغيذك ستيثا أمشي أنا خدمه قابط إني أنا أروح إذا عمر بن الخطاب غل المدينة إني سأذهب إني ضرني يدهم يخدمش إيش قاس التليجرام يروح عمر بن العاص إني سأروح أنا كشباب ميك أدين ذا مين يقدر من الكعبة كان أدين ذا ها كان يقدر غرس يسديثني دي مرة أما ذا قابط إني أنا ماذا عمر بن العاص رضي الله عنه أكذ مش إني س إلا ويجد يخرك إني س إلا أسمين إثبت يفكي سكر بشي وقابط إني ماشي لينسيما ماشي دينس أقبطيد الفرعين إنس إنس الدمتورة ميساجن عمر بن العاص الرسي اللي كيف كان إنس كذا يتسن ابن الأكرمين مثل كثوينا مثل كث ابن الأكرم محسوب إن كنت سن درس مثل عمر بن العاص ذو قراشين كنين إنس ترى ابن الأكرمين الرسي اللي يخدم ارتعى في قبطين غير بديران صارش ديران إن إنس دي في مرة مش بعد أسمعني كفوك إنس ترى الركرة بعشرين غير بذش إنيس لا يا أمير المؤمنين والله مسمى قتل ثورة مسكني يوثن أثنى الرغض في ثو إنيس لو كان ولا شباب أسوك كثارة إنيس شباب أسيسي كيوث من بعد مخل العمر بن العاص إنيس يا عمر ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار لهذور عمر بن الخطاب أم لهذور الأنبياء ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار أم كنت زمر ما تسلم يون للسكلاب أتستعبد ميون ونسى حر رجل ولا ما كنت شيء أكيد ساعي ما حر أكيد إثيد ساعة ساعة ده شو الفرق إلا نقال أكيد أنا طرد قد ذاك وستي مش مديو يض تقد ذا فزي من ده بس مديو يض إلا كيد أكن ديو يض إديو ينسى وكنا في مثل مثولة ينسى ده شو إلا الفرق قال أكيد ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم حرا نجم اليوث الإكسبريشن وتشفكار ما يفنى الأعمار من دوني الكامل يتمثل الرسول الشبيح صلى الله عليه وسلم يلينا في المنبر خزاف كان يتمثل رحمة للعالمين يلينا في المنبر أيها الناس درد إيش خطف دي عباد الناس وين مين وين وين وثغ جلد ضغع على الناس أثوى على اللي وديار تصاريس السجيم وين ميقول شيس السجيم ثاني لا شيء وراح ديار تصاريس السجيم وين ما كل شيء تمغ العيار ذين شيء لكن رئيس نغل نقبيح نغل لك إيش نغاه ذي حسب يسكن لذن يروح دار غور نغ أديار تصاريس السجيم الناس غور واثا اللي دان استقر ما تسعوا الشحنة ذن في صلى الله عليه وسلم شحنة وثي كارا غور نكو أن وح ميغذون إذ وين يتسلس الحاجة السجيم قيس نقول مخذ مار حاجة السجيم يريد يريد تصاريس حش ما يسمح يم الناس شو السجيم يسرق في يصير ربيع شو ديان الوجين هذا اليوم وش فيه صلى الله عليه وسلم كان يد مثلا يوم واش وصل ربي ذي الجعرانة ذي واش مسمنة ذي الهجرة بعد غزوة حنين من بعد اسمين تقول الغنائم تسمين تقول الغنائم قد يعني اين اين تخم ذي الغنائم ذي عجب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فخاتم تشير في دلائل ما نشنسا روح في كاس مرة لأهم كي قرني ديكش ملك اين مقارن المؤلفة قلوبهم معناه أسخر ذي خمش ديكش من الإسلام أسخر ذي خرس كل بر رحمن الإسلام أتكسد جمالي كذي تكسد جوهيمي كاست قبش أهف أثي تحليض أدي أقدك شو غال الإسلام وإذا نشتنا فض الزات سيد ربنا كيف في أعلى عينيه إف كيس نقول وإذا نعم إيه المكة مرة إف كيس قالوا مكة إف كيس ذي الغناء مني الغناء مني مرة وأنصار المدينة مسلم كار يقدر نثنين صرنا كنيهم يقدر نثنين صرنا أسمعك هذا غال المدينة مرة مسلم كار
قالوا من كيف كيس من بعد شحال وربعين يوم قالوا نصلي المدينة شحال ننسى أمش وهذا وما زال لا تسقط ترى السيوف النقدي ذا من قرانا يقرانا من بعد يفكيس كلش نكونوا ورغي فكرة يكرد سعد بن عبادة رضي الله عنه من الأنصار يروح دغروس نسى رسول الله القومين وفان شران قوية ونسلف الله ذا شو نسى رسول الله كش انت كذا سن كلش الارمي كان محسن ما كنت دروي تمرتيك ينس بعد الأنصار يكن صان وسن تفكيد رب ينس يكشي نقوش يقتل يا سعد ينس نكل يوم دي القومين ينس جمع يد القومين من بعد يجمع هذا الأنصار يبدأ أهل ديس خطأ ذا شو يصير كف اللون ذا شو يصير كف اللون يا معشر الأنصار ذا شو ألا تهدر ما كف اليوم ينس وكنينو في غلاف صدر الرم يهدكني دربيسيا وكنينو في غلاف الفقراء يغنكن سيد دربيسيا وكنينو في غلاف ذي عذاون يراكن سيد دربيان ذات مثل ننس نصح يا رسول الله ينسين تدخون بهم يلا مثلا انت تسعني حق خزر كان بكي قاعد طرف يعني وناس يخذ من الخير قد شري خير يعني شري لك يخذ بيوني خير السجن بعد الشعر ظني في الناس بل كي اهت يخذ ما كينو قبل يريع كي يدوني يقول وثقان دارا لا عمرك يقول ذلك الصار دي خير اتصوي ذا فوق رويه كم الوفاء ذي العالي تحمي يثار بيه يوهبك إسخرخت الضربي خد بكين العيون يقصتر وقال يخد يوم عصيد ربي الخلق سبحانه وتعالى الناس لو كان ده ضرب سامي حق ودن ديق نرى الناس الدينين باللي السوف غن كد ذي مكان وانيك جمعان تروح الضغر غورنا ذي الفقير ذي لكنيك يغلان السوف غن كتبع كد ديكرا لنك القراب لكني غن كنصر الناس يانا مثل نمد باللي مثل نمد وتسعى من الحق الناس كان يكون غير حي أفشوطا دوني ذي تفكان الناس في كغس نتيوي ذا باش أذا أسمع رشوطا الإيمان دقويا ونسني الناس كوبيو كرا كل الإيمان نعم يتسعى مكنا الناس ده شلون دينا ماذا قلنا روح نغاشي روح نغاشي سير غمان روح نغاشي سواق في وان روح نغاشي سده ذي فطا كل ميثو غالب غالي خمن وانت قم النبي صلى الله عليه وسلم يلون بعد تسرون مرة الأنصار مرة تسرون الناس أكن تخمر كان نقفل يا رسول الله أكن تخمر كان نقفل يا رسول الله الغاشي أذوين أين دونيت إنيس ولكن كنيذ ونقردو أنا وين الخير طاس إن تسرون مرة إنيس والله غيدي فكان إنيس أنه كان ثبعن العباد دوني ثبرا ناك أفريد والأنصار كونوا يعني تبع مفريد إنيس تبع أخذ الأنصار إنيس لو كان ماشي الهجران اللي غرب من أولار من المهاجرين لو كان ماشي الهجران إنيس سمعي من يوم من الأنصار اللهم رحم الأنصار اللهم أرحم ابناء الأنصار اللهم أرحم نساء الأنصار أذي رحم ربنا الأنصار أذي رحم ربنا الرو الأنصار أذي رحم ربي ثلوين الأنصار الرسول صلى الله عليه وسلم مد وضغى المكان وكرمه ذي ثونس نرندانا ثونس إيم القيم يفعي من يشدينا الرسول صلى الله عليه وسلم روح ندار بعد يسلسني بعض الأنصار دينا ننسى الشكوى ذا غير جدورا مثلا ذي ثمورتين سيقي قلا أسمي قوض سأثي قوض ووال يروح دغر غرسا يوغذ ذيه ووال يسل روح دي الناس يا معشر الأنصار المحيا محياكم والممات مماتكم ينسى الحياة الحياة الأول ينسى الموت والممات الممات الأول اندث لمذية اندث حيا ماذا حيوه اندث مثمد أذمثة وفعلا الرسول صلى الله عليه وسلم يموذ ذي المدينة المنورة ويوصى أذي قيم ذي المدينة المنورة أروي ذا خنيق نصار لكنا الإسلام صلي ذا في النبي مشبيع صلى الله عليه وسلم أكان يثمثن يقيم في سفر إذا كان الصحابة الكرام في سفر من بعد أكن قدن غاليون ومكان زيادة إخف زيان يخف الناس يوتي مزياس ذن كينيو وايضا اذن الناس تزون كافيزون وايضا اذن الناس سكويسين كينيو اذن كينيو الناس صلى الله عليه وسلم الناس الصغار يساس شعر الكينيس نكاو كي دياوين الناس يا رسول الله نكفيك العمل كلها دياوين الناس لا الناس اذا بيكره وانا ليتم دي عف ديسا ليتم يزغى في الغيرينس الدياو ذاك وسا العربي اذن يفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة الناس اني محمد ودي تبانا لا سكران تشبه ذي قشيس نخر وين يرسي تميزة في الغير نظر وثيع أرمس وهنا نسوي هنا الظلم لا السمبليسيتي يعني كسعان وش بيحنا نفين صلى الله عليه وسلم